بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من امام قصر العداله جيت نشوف المآل ديال الشكايه ديالي اللي صيفطوها اللي تصيفطت من ابتدائيه. ومن اللي جيت بقاو كيتلاعبوا بيا هنايا، وجات واحد الوحده اللي كانت توري لي الاوراق ديال حزب الاستقلال، ومن هنا جات وبقات كيبينوا لي الناس مراهب اللي انك ما دير والو، ولماذا هذا الاستهزاء؟ واش انا ماشي مواطن مغربي باش الشكايه ديالي ما تتحلش؟ علاش كيبقاو صيفطوني من هنا لهنايا وكل واحد كيلعب بيا كيف ما بغى؟ كانه لا قانون فوقهم. مشيت مشكيت بهم في المحكمه وزاره العدل والحريات، ما لقيتش الانصاف. ولحد الان راه فات العام وانا داير شكايه تما باش نتلاقى مع السيد وزير العدل والحريات، من تبدل جهاد الوزير الثاني ما استدعاونيش. شحال فات العام وكثر معاهم وما استدعاونيش، ولهذا كنطلب من اللي من الجهات اللي تقدر تعاوني تساعدني في هذا الملف. وكاين ما يدار، الا ما بغاش يعطيونا حقنا راه كاين الحمد لله ما يدار، وكاين ما يدار قبل ما ولكن هاد الناس اللي كتواطا معاهم علاش فين بغاو يوصلوا زعما؟ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.